الخبر الاول اللي عادنا عن رايدر مصطفى وقصف الياسو. ومصطفى نزل على سبب الانستغرام شو تسترت بهذه الاستوري عشان كاتب بيها ايش قد عين من عالم يقولوا لك زباله وترجع لهم، والجو كان كاتب انه الكرامه تبكي. طب ما يعرفوا شنو يقصد بالضبط، فهمت بتعرفون انه مريانا حاليا وياسو رجعوا الفرق لبعض، وهو طلعت اشاعات ممكن ياسو حاليا ترجع فريق فنابولي، وبنفس الوقت اللي تذكر انه وسام تكت بغني شركه شنو قال بيها والزباله اللي بتكبها بتروب تجيبها. طبعا هنا وسام تكت كان يقصد ياسو انه هي زباله، وريد قصد ان هم يقولوا لها زباله وهي رجعت لهم حاليا. وطبعا هو من الاشخاص صاروا يتهجمون عليها على علاقه مخطط نزلته انه هي خاينه الريدر تعتبر رجعتها للفريق، فرجعون حبايب ان ياسو رجعت الفريق تعتبر خاينه الريدر وهذا الشيء ما يصير تقليل من كرامتها او لا. الخبر الثاني عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر عدنا هو وسام تكت، فوسام تكت نزل على سبب الانستغرام شو تستريت بهذه الاستوريات على من خلاله انه راح ينزل مقال اليوم على الساعة بالاربعة راح يكون بحبيبته ترد على اسئلة مال المتابعين، وبنفس الوقت نزل ستوري ثاني على من خلاله انه يوم الاحد راح ينزل همين مقطع راح يكون فلوج وراح يكون ناري. اما اليوتيوبر الثاني عدنا هو محمد مار، فمحمد نزل على سبب الانستغرام شو تستريت بهذه الاستوريات على من خلالها انه اليوم راح ينزل مقطع على قناة نور مار الساعة بالاربعة القناة الاساسية، فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات المقطع منو متحمسين اكثر بين فريق نور مار وسام تكت. الخبر الثالث اللي عدنا عن قمر مار وتحجبها، محمد مار نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب، وهذا المقطع الاغلب لما شاف انصدم نوعا ما انه قمر مار كانت متحجبه. طبعا هو المتابعين صاروا يسوون تحريات انه ممكن يكون الموضوع مقلب وتحدي مو اكثر، اليوم راح ينزل هذا المقطع لنشوف انه حتكون متحجبه او لا. طبعا اذا هي فعلا متحجبه فان شاء الله الف مبروك الله يثبت عليها الحجاب، فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شنو تحرياتكم الموضوع، ولا تنسوا الحبايب انه تدعوا لها انه الله يثبت عليها الحجاب بالكومنتات. الخبر الرابع اللي عدنا على المتابعين وكشف محقق بيسان اسماعيل وفاء الكلمة مو مسلمه من الكومنتات اللي عدها. اما اللي على سبب ما تعرفون انه بيسان اسماعيل هي مو مسلمه وانما من طائفه الدروز، ولا تفرط بهذا الشيء بهذا المقطع شوفوا. بيسان انت بتصومي ولا لا؟ لا. ايوه حكيت الصراحه. لانه انا من طائفه الموحدين الدروز، وطبعا انا بتشرف بهذا الشيء. اما بالنسبه لدليل انه تخاقبط نزلت من زبيعه تعليقات ونكتب اسم مو مسلمه وبث روح الكلمه ثلاثه ثواني عم تفتح تعليق وتعليق على اشخاص لقوا وراي بين فهم زين غير حساب او شوف التعليق حط للناس او لا بما غير حساب من زبيعه تعليقات ورح على الكلمه ثلاثه ثواني راح تشوف انه تعليق ما ظهر ولا ما تعليق هذول الاشخاص الثانيين ظاهر، فاكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر وحركه اخفاء الاسم مو مسلمه من الكومنتات هل هي ما تريد الناس يعرفون حقيقتها او لا. الخبر الخامس اللي عدنا عن بيسان اسماعيل نزول اغنيه جديده اللي هي جات بعنوان سر الحياه اللي هي كفر، بالنسبه للاشخاص اللي عم يسمعوها راح احطكم رابط بالوصف روحوا اسمعوها، وبالنسبه للاشخاص سمعوها يكتبوا لنا بالكومنتات اللي هي عجبتكم او لا وشو رايكم بالاغنيه بنزولها برمضان. الخبر السادس اللي عدنا عن باريتي وبو كالعادة القصة الخرافية اللي نزلها برمضان بحسابها بالانستغرام، احطكم اللي حابين يشوفها مثل كالعادة هو اسلوب اللي يضحك، قصة جديدة شوفوها. اصنع معروفا واغرس فكرة لا تيأس فالخير بنا فطرة. خواطر مع باري كل يوم الساعة 12 بالليل اي وقت كذا اشوفه كويس. اليوم في برنامج خواطر باري بنتكلم عن قصة ياجوج وماجوج وشت يسموهم بالانجليزي جوجا اند ماجوجا. اوكي ياجوج وماجوج دول يقول لك بيشفطوا بحر كامل كأنه فيمتو، يشفطوا بحر يقتلوا ناس يبلعوا الحيوانات نقص جعانين صح، بيشربوا من بحيرة اسمها بحيرة طبرية، هذه هي بحيرة طبرية look at this، بيفطوا ذا كله البحيرة دي من كبرها تنشف من الفضاء بيبلعوا ابوها بلع. في ناس يحسبوا ياجوج وماجوج اثنين، واحد اسمه ياجوج والثاني اسمه ماجوج، ناه ياجوج وماجوج ناس كثيرين صح، هذول قصتهم. ياجوج وماجوج دول كانوا قبيلتين مفسدين في الارض تمام، ما حد كان يقدر لهم، يتضاربوا مع جيرانهم، يقتلوا اللي جنبهم، يسرقوا اللوت من كل مكان. وفي ذاك الوقت كان في ملك اسمه ذو القرنين، الملك ذا كان ملك صالح. في يوم من الايام القرنين وصل لمنطقة يقولوا انها جهة الصين وتبت شرق اسيا يعني. اول ما وصل ذو القرنين عندهم بدا يشتكوا له من ياجوج وماجوج، اوه ماي جاد ياجوج وماجوج. ذو القرنين قال اوكي شحط، مشى جمع بالحديد كوب بنى سد فوق حارتهم، لانه ياجوج وماجوج كانوا ساكنين بين جبلين وبين الجبلين كان في فتحه عارفين كيف، فهو قام بنى السد في الفتحه دي وحبس جدهم هناك، لين دحين محبوسين تحت السد ذاك ما هم قادرين يطلعوا، قاعدين يحفروا آلاف السنين، ولكن متى سوف يطلعون هؤلاء القوم يا احبتي؟ متى؟ مجيوج ياجوج وماجوج من علامات الساعة الكبرى بيخرجوا بعد نزول عيسى بن مريم عليه السلام، وبعد ما الدجال ينفرش، بعد ما ينفرش الدجال شحط دول كلهم يطلعوا، بس بعد عيسى عليه السلام يدعي ربنا ويموت ياجوج وماجوج عن طريق ايش كان؟ دود يطلع في راسهم يقتلهم ولا شيء زي جثثهم بتنتشر في الارض، بس بعدها ربنا يرسل مطر غزير يطهر الارض من جثثهم ونجاستهم الكلاب ذولا. وكانت هذه قصه خواطر باري الجديد. وكانت هذه قصه خواطر باري الجزء الثاني. اصنع معروفا واغرس فكره لا تيأس.
الخير بنا فطرة. خواطر مع باري. أصلاً أصلاً مقطع حبايب مقطع الليل ما راح أحمسكم، لكن المقطع حيكون مو بس نار، مقطع رهيب. نزلت على سبب الانستغرام، هل تريدون المقطع عشان ينزل اليوم أو بعد الإفطار؟ في الأغلب صوت بعد الإفطار لأن المقطع نوعا ما ممكن يفطركم إذا ينزل هسه، فلهذا اضطرت أن أنزلكم إياه بعد الإفطار. وبس، مع السلامة.